بعد يا ماما اتكلمنا على الاردو هكسوس، تعالوا نتكلم شوية على الايه، على الكيتو هكسوس. نتكلم على ايه، على الكيتو هكسوس، واتفقنا ان الكيتو هكسوس عبارة عن كيتون جروب مع الهكسوز. الهكسوز ده ليه؟ لان عدد الذرات الكرم بتاعتها هتبقى ايه، كام، 6. والكيتون جروب دي اتفقنا ان ده ايه الرمز بتاعها. تعالى نرسم المركب بتاعنا اهو، ادي هيبقى فيه 6 كربونات زي ما احنا شايفين كده قدامنا، ادي 5 وادي الستة. اللي قلنا هنا يبقى فيه اتش، وهنا اتش، وهنا اتش. قلنا الكيتون جروب بتاعتنا ماشيين، فتبقى الكربونه رقم 1، وبالتالي هتبقى الكربونه رقم 2. بعد كده تعالوا نوزع الاتش بتاعتنا والاتش حوالين ذرات الكربون. المركب النهائي اللي قدامنا ده، ده هو الفركتوز، ده اللي هو ايه، الفركتوز. طب وبعدين؟ قال لك علشان ده نحوله، ده دلوقتي مركب لينير، علشان نحول اللينير لسايكليك المفروض نعمل ايه؟ قال لك اول حاجه نعملها ان احنا نضيف الاتش واتش. طب يا ترى هنضيفها فين؟ هل هنا ينفع اضيف اتش؟ شايفين على الكربون الاولى دي ممكن اضيف حاجه، هي اول حاجه رابطها مكتمله، ادي 1 2 3 4. قال لك ما فيش قدامي غير الكربونه دي، اقوم واخد الاتش دي اضيفها هنا، او الاتش عندي، بس طبعا نشيل ايه، الرابطه الثنائيه بتاعت الايه، الاكسجين اهي. طب والاتش بقى نحطها فين؟ احطها هنا، تمام كده، بقى عندي ايه، او اتش. ما تنساش يا جماعه ان دي كربون رقم 1، دي كربون رقم 2، دي 3 4 5 6. طب بقى نيجي نعمل الرابطه بتاعتنا، هتبقى ما بين يا اما سي 2 لسي 5، او ما بين سي 2 لسي 6. هل هنا ينفع استخدم سي 1؟ لا، قال لك لا، هنا بتبدا دايما بسي 2 اللي هي المكان، الجروب اللي كان موجود، يعني يا اما الدايد يا اما كيتون. هل نعمل سي 2 مع سي 5؟ اول حاجه احنا طبعا عارفين هنعمل ايه، اول حاجه نقوم شايلين الاتش دي، ونقوم شايلين الاو اتش دي خالص، ونقوم واخدين الرابطه دي مسكنها بالاو كده. الاو دي ماسكه برابطه هنا اهي، ورابطه اهي، واحنا عارفين ان الاو كده كده ايه، تكافؤها ثنائي، فبالتالي هي ماسكه برابطتين وكده كويس. طب تعالى بقى نرسم، اول حاجه هنرسم السي 2. المره دي مش هبدا بسي 1، وهنعرف ليه، عشان نعرف نرسم الرابطه بتاعت الاو. هبدا بسي 2. طب سي 2 ماسك فيها كام؟ ماسك فيها سي 3، وسي 3 ماسك فيها سي 4، وسي 4 ماسك فيها سي ايه، 5. طب فين بقى ربطة الأو بتاعتي؟ أهي ربطة الأو. طب فاكرين المركب ده يا جماعة كان اسمه إيه؟ اللي هو المركب اللي شكله عامل كده ده؟ دي يا جماعة اللي إحنا قلنا عليها إنها الحلقة اللي اسمها إيه؟ الفيوران. الفيوران رينين. طب المركب بتاعنا نسميه في الآخر فيورانول. تمام. طب فين يا جماعه السي 1؟ يعني دلوقتي احنا رسمنا هنا سي 2 رسمناها، 3 رسمناها، 4 رسمناها، و5 رسمناها. سي 1 هتحط فين؟ اهي سي 1 هتحط هنا بكل بساطه. طب فين يا دكتور سي 6؟ اهي يا جماعه سي 6، يعني ما تعادوش الامور. بس يبقى ده المركب الايه؟ النهائي بتاعي اللي هو ايه؟ الفيورانوس. ده الناتج ان انا مسكت سي 2 مع ايه؟ مع سي 5. تمام. تعالوا نركب بقى ايه، نعمل سي 2 مع سي 6. ادي عندنا اهو المركب بتاعنا، ادي سي 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 سي. ده كده ايه الكيتون جروب بتاعتنا، وده برضو نفس الفركتوز اهو. معلش بس هنوزع الذرات حواليه، قصدي المجموعات ده، هي الاتش او اتش اتش اتش. تعالوا بقى نعمل ايه، نفس الفكره برضه، ده ايه، ده لينير، ده اللينير صح. عايزين نحول لينير لايه، لسايكليك، لازم ندخل نضيف اتش او اتش. طبعا نضيفها باللون الاحمر كالعاده. ادي هنضيف هنا الاتش، وهنشيل الرابطه دي خالص، مالناش دعوه بيها، هنلغيها خالص. هنا ايه، لو اتش هنقول هنا ساعتها، ادي دي 1 2 3 4 5 6. نقوم مفعلين الاو اتش دي
مع ال OH اللي على الكربونة رقم 6، نقوم شايلين ال H ونشيل ال OH وموصلين الرابطة كده. أول ما نرسمها قلنا برضو هنبدأ بـ C2، C2 ماسكة في C3، و C3 ماسكة في C4، و C4 ماسكة في C5، و C5 ماسكة في C6. طب C2 ماسكة بإيه بقى المفروض؟ يعني المفروض إن C2 هنا ماسكة بستة بإيه؟ عن طريق إن إحنا بنعمل الـ Double Bond دي أو دي. فهل نرسمها أحسن برضو عشان برضو تكون واضحة لكم أكتر؟ أدي الـ O أهي ماسكة في C2 بدراع، وماسكة في C6 من الناحية التانية بالدراع تاني. يبقى هنا الـ O عندي هتبقى بالمنظر ده كده. طب الحلقة يا جماعة اللي واخدة الشكل ده كده، اتفقنا إن الحلقة دي اسمها إيه؟ دي الحلقة اللي اسمها البيران رينج. يبقى السكر ده هنسميه إيه؟ بيرانوز. معلش خطي سيء بس يعني بيفي بالغرض. بيرانوز، تمام؟ حلو. دكتور فين السي واحد يا أما؟ هنطلعها من السي اتنين. إيه، تعالوا بقى نوصل لنقطة إحنا نسينا نناقشها في المرحلة اللي فاتت، ألا وهي هوزع الـ OH والحاجات دي إزاي بقى؟ بصوا يا جماعة، نفس اللي إحنا عملناه المرة اللي فاتت في الألدو هيكسوز. إيه هو؟ فاكرين لما سيبنا الـ OH اللي على الشمال، إحنا اتفقنا إن أي حاجة بتبقى على الشمال لما تيجي نقلبها كده على اليمين، قلنا اللي على الشمال هيبقى إيه؟ فوق. بمعنى أصح، إحنا سيبنا هنا الـ OH اللي على الـ C2، يبقى الـ OH دي إيه؟ هي اللي هتدنها فوق. الـ OH هي اللي هتبناها ايه؟ فوق. وطبعا هنا ماسك معاها السي واحد، دي مالناش دعوة بيها. يبقى الـ OH هتبناها فوق يا جماعة، تمام؟ أو اتجاه السي واحد مش هيفرق معايا قوي كمان، يعني ممكن يبقى فوق أو تحت كده كده مش فارق معايا، أهم حاجة عندي اتجاه الإيه؟ الـ OH. طب تعالى ندخل كده على السي 3، الـ H كانت على اليمين، إحنا قلنا لما نيجي نقلب المركب ده كده بدل ما هو طولي كده نقلبه على اليمين بحيث ان احنا نقلبه حوالي 90 درجه. قلنا اللي على اليمين ده هيبقى تحت واللي على الشمال هيبقى فوق. طب الاتش دي اللي على سي 3 هتبقى فين؟ تبقى تحت لانها على اليمين. طب الاو اتش هتبقى فوق وهكذا. طب سي 4 اتش فيها هتبقى تحت والاتش هتبقى فوق وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا هنا هنطلع السي الاخيره نقدر نخسرها في سي اتش تو اتش، مش مشكله. يعني انا يا جماعه الفكره عندي ان انا بوزع الكربونات على المركبات اللي هو الكربونات اللي مكونه الحلقه. طب سي 5 الاو اتش على اليمين تبقى تحت والاتش والاتش دي غلطه بقى برضه. مش ينفع يا جماعه، اصحوا كده معايا، مش ينفع ان الاو اتش ما فين الاو اتش؟ مش انا الكربون رقم 5، مش الكربون رقم 5 انا استخدمت الاو اتش بتاعتها عشان اكون الرابطه اللي هي الاو دي. فبالتالي كده السي 5 ما بقاش فيها غير الايه؟ غير الاتش. الاتش طبعا هتبقى فوق، معلش عذرا اهي مفيش اي مشاكل. تمام، ده كده توزيع الاو اتش. طب احنا يا جماعه اتفقنا لما الاو اتش تبقى فوق في المركب الحلقي ده بنرمز له بايه؟ لما الاو اتش بتبقى فوق، اول حاجه ده مركب اسمه فركتوز. بعد ما لقيت يعني بعد ما طلع كده والاو اتش لقيناها فوق، اتفقنا ان المركب ده هنرمزه ببيتا، وده هنسميه بيتا فركتوز، تمام؟ طب تعالوا يا جماعه نعمل حاجه ثانيه هنا، ده برده هيبقى بالمناسبه هيبقى بيتا فركتوز، بس تعالوا ايه نوزع الاو اتش عليه. دي السي واحد علينا عندنا مش مشكله، الواحد دي هنرمزها في سي اتش تو اتش، دي اللي هي الكربون رقم واحد. طب السي 2 الاتش الاو اتش بتاعتنا هنا هتبقى ايه؟ على الشمال، يبقى لما نيجي نحطها هنا هتبقى فوق. طب السي 3 الاو اتش على الشمال برضو فايه؟ هتبقى فوق. ونقعد بقى نوزع زي ما اتفقنا الباقي ذرات الكربون ايا يكن، مش قضيتي. الفكره ان انا هنا عندي الاو اتش ايه كانت على الجهه اللي فوق، فده هنسميه بيتا فركتوز، بس ده في الوضع البيرانوز. طب سؤال بقى يا دكتور، هو الفركتوز دلوقتي لما يدخل هل هياخد وضع البيرانوز ولا الفيورانوز؟ احنا اتفقنا لما اتكلمنا عن الجلوكوز قلنا ان الجلوكوز بيحب البيرانوز، الجلوكوز بيحب البيرانوز. طب الفركتوز لا، قال لك الفركتوز مش الفركتوز اقوله اف
يبقى الفركتوز بيحب يكون في الشكل بتاع الفيورانوز، يبقى الاف مع الاف. طبعا الموضوع يعني الموضوع كيميائي اكتر ما هو يعني اكيد يعني مش عشان ده اف واف، لا الموضوع كيميائي بيميل المركب بيكون مستقر في انهي شكل، فبالتالي بيحب ياخد الشكل ده. تمام، تعالوا نعمل حاجة تانية. تمام، معلش تعالوا بقى نمسح كل الكلام ده خالص. اهو اهو اهو، نمسح الرابطة بتاعتنا الحلوة اللي احنا عاملينها دي، وتعالى نعمل حاجة تانية خالص. المرة دي تعالى نفاعل ال OH دي، هي اللي هنفعلها مع الايه؟ مع الكربونة رقم 6. حلو، هل هيبقى هيحصل اختلاف؟ لا مش هيحصل اختلاف طول ما انا في حالات الكيتوز او الهيكسو كيتوز. لما بفعل الكربون سي 2 مع سي 6 هيديني بايرانوز، صح؟ يبقى هو دي نفس الشكل ده. طب ايه الاختلاف الوحيد يا جماعه عن اللي فات؟ ان الـ OH اللي على اليمين هي اللي قدامها ايه موجوده، لان انا استخدمت الـ OH اللي على الشمال في الدبل بوند او، صح؟ يعني عشان برضو نرسمها بطريقه اشيك، تعالى نشيل البتاع ده كده اهو ونسيب ده كده، وايه وناخد مجازا يعني ايه، نعتبر يعني نعتبر كده ان الاو دي جايه من هنا ونعملها كده. يبقى كده ايه ده الشكل المركب بتاعي. طب الاو اتش بتاعتي يا جماعه لما اجي اقلبها سايكليك، اتفقنا هنقلب المركب ناحيه اليمين بحيث ان الحاجه اللي على ناحيه اليمين زي الاو اتش دي تبقى ايه داون، طب الحاجه اللي ناحيه الشمال زي الاتش دي كده تبقى ايه اب. طب السي 2 يا جماعه، السي 2 كده كده ايا يعني يكن انا مش فارق معايا، دي قلنا هنسميها سي اتش 2 اتش وادي الكربون رقم 1. طب السي 2 يا جماعه الـ OH عليها ناحيه اليمين ولا الشمال؟ لا ناحيه اليمين يا دكتور. طب لما تتقلب في مركب حلقي تبقى على ايه؟ على الجهه التحتيه، يبقى السي 2 على الايه؟ OH تحت بتاعها. طب سي 3 ادي على الشمال فالـ OH هتبقى فوق والـ OH هتبقى تحت. طب سي 4 الاتش على اليمين يبقى ايه الاتش تحت، وهكذا بقى كمل كربوناتك زي ما انت عايز. يبقى ده يا جماعه ايه ده الهيكسو بيرانوز والالدو بيورانوز. ده كده احنا خلصنا اللي هو ايه الرينج سايكليك فورم بتاعتنا.